بينقض عودة حرس الجامعة بأي شكل من الأشكال. المعرض بيندد كل سياسات النظام الحاكم من أول عدلي منصور، حكومة البغلاوي المستقيلة وحكومة إبراهيم محلب الموجودة حاليا، وبندد وجود السيسي على رأس جهاز طبع الحاكمة في مصر، وبنقول إن الطلبة الترم ده تكمل نضالها اللي بدأته الترم اللي فات بمطالبها الإفراج عن المعتقلين. بنتكلم إن نضال الطلبة هيستمر بشكل قاطع ضد كل من كان الثورة لو كان إخوان أو عسكر أو فلول، وبنطالب بتحرير للمعتقلين للمرة مليون، وبنندد بفصل إدارة كلية هندسة للرفيق محمود أبو حديد 3 سنين من الفصول الدراسية بدون أي حيثيات التحقيق وبدون أي مجالس أدبية وبدون أي وفاء ملموسة لدين سميل أبو حديد. وبنعلن تضامننا الكامل مع جميع الإضرابات العمالية ومع جميع الإضرابات كل كوادر الأطباء والأمن العام والشركات للمطالبة بالحد الأدنى للأجور وتطبيقه، وبنتضامن مع موظفين إدارة الجامعة الإسكندرية